هيلعب الكرة الثابتة، هل ينجح مولودية بجاية في إحراز التعادل في هذه الكرات العالية؟ الصراع هدف التعادل، هدف التعادل، 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 فوز رحال، فوز رحال، يرحل يرحل بجاية للمباراة النهائية، يرحل بهذه اللحظات وفرحة كبيرة جدا. الإصرار والتحدي كان عنوان جزائري في هذه اللقطات من المباراة. الفتح الرباطي وناصر سنجاق، هي كرة ثابتة لكن فوز رحال يسجل باقتدار أمامنا هنا هدف التعادل القاتل، هدف التأهل للمباراة النهائية، ما لم يكن في اللقاء بقية. أدي الكرة العالية ملعوبة حلوة قوي من بن ملوكة، ترتد الكرة، هدفين شبه بعض، واحد من ركنية لنادي الفتح سجله نهيري، سقطت أمام نهيري، وأدي أمامنا الكرة هي ترتطم في اللقطة الماضية باللاعب نايف وتصل على طول للاعب اللي يسجل فوز رحال في اللقطة الماضية. هدف التعادل، هدف التعادل وهدف التأهل للنهائي، وبالتالي مولودية بجاية في المباراة النهائية أمام مازيمبي في الوقت المتبقي.